ننتقل وإياكم إلى اتصال مباشر مع السيد عبد الرحيم الشمري رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية. سيد عبد الرحيم، بداية أرحب بك في التغطية الخاصة في قناة الموصلية لعملية استعادة الموصل، ونود بداية الحديث كيف تقيمون مجريات معركة تحرير الجانب الأيسر بمرحلتيها وما تحقق من إنجازات خلال هذه المعارك؟ حياكم الله، شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهدي الموصلية. طبعا عملية التحرير كانت عملية رائعة جدا، يعني تزامنت الانتصارات الأمنية والإنسانية. كان وجود القطاعات الأمنية من مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة والشرطة الاتحادية، كان التعامل الإنساني واضح، وأوصلوا رسالة حقيقية بأنه هؤلاء هم أبنائنا الحقيقيين، وأيضا ضربوا كل الادعاءات التي تقول بأنه أهل الموصل يرفضون أهاليهم العراقيين، يرفضون الجيش العراقي، يرفضون القطاعات الأمنية. دحضت هذه كلها بعملية أولا مساعدة الأهالي من هذه مدينة الموصل للقطاعات الأمنية. وأنا أقول وأكررها دائما بأنه لولا مساعدة أهل الموصل لما تحققت هذه الانتصارات بهذه السهولة. طيب سيد عبد الرحيم، هل استطعتم حتى الآن تحديد كمية الخسائر وحجم الخسائر التي خلفها داعش في الجانب الأيسر ومستوى الدمار الذي تسبب به حتى الآن؟ يعني قاعد تعمل على جرد هذه الخسائر من الممتلكات، ولكن أيضا نوجه الكرام من أهالي محافظة نينوى وتحديدا الجانب الأيسر بأنه كل شخص حصل عليه ضرر أو على بيته أو يعني على شخص من أفراد عائلته بأن يذهب إلى القضاء ويقدم دعوة حتى تكون يعني هذه الخطوة الأولى لعملية التعويض وعملية الإعمار. نعم. طيب الآن سنتحدث حول موضوع جمع التواقيع. قمتم بجمع تواقيع عدد من النواب لتكليف الشرطة بمهام مسك الأرض في المناطق المحررة وتحديدا مركز مدينة الموصل. هل لك بالحديث أكثر عن هذا الموضوع لو سمحت لنا؟ نعم، هذا الموضوع مهم جدا. قبل من بدأت عمليات تحرير نينوى، بدأ يعني التقينا نحن مجموعة من نواب نينوى أكثر من 17 نائب، التقينا مع مستشار الأمن الوطني وتكلمنا معه بوضوح، وقدمنا ورقة يعني ورقة موقعة عليها كثير من الأعضاء، أنا لا أقول كل الأعضاء اللي موجودين، كثير من الأعضاء، بأنه مدينة الموصل لخصوصيتها، لأن نبعدها عن أي نزاع أو أي إشكال، لأنه الحشود اللي موجودة من أهالي نينوى تمسك الأطراف، الأقضية والنواحي، القرى، ولكن مدينة الموصل تمسكها الجيش والشرطة، تحديدا الشرطة المحلية وبمساعدة الجيش والاتحادية، من يعتقد به القائد العام للقوات المسلحة. أما المسك الحقيقي يكون للشرطة، الشرطة المحلية. نعم. طيب الآن شرطة نينوى وحشد نينوى، ما الذي ينقصها الآن لتعزيز سلطتها على الأرض وحتى ملاحقة جيوب داعش داخل هذه المناطق المحررة حديثا؟ يعني أولا يعني نتكلم بوضوح وبصراحة، لأنه عدم الصراحة ذاتنا وصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. نعم. الشرطة المحلية يعني هي اللي نسعى أنه نقوي الشرطة المحلية وبالتالي هي تمسك الأرض، هذه مسألة. مسألة الحشود هي صراحة غير يعني لحد الآن ما مجهزة، ما سيطرة. أما مدينة الموصل حتى وإن كانت الحشود كاملة ومجهزة، نرفض رفض قاطع بأنه الحشود تدخل إلى داخل قصبة المدينة حتى لا يصير إشكالات وخلافات، وهذا ينتقل من هذا وما إلى ذلك، أمور سياسية. نريد أن نبعد المدينة عن السجالات السياسية وتكون مدينة الموصل عاصمة نينوى، ملاذ لكل خائف، ملاذ للاقتصاديين، للعمل، للتعليم، للتدريس، للتربية، لتكون يعني هي الأساس في المحور يعني شمال العراق عموما. طيب ما هو تقييمكم للاستعدادات الجارية لمعركة الجانب الأيمن من حيث الاستعدادات العسكرية؟
أنا أعتقد الانتصار الذي حصل في الأيسر والمساعدة التي قدمها الناس المواطنين إلى القطاعات الأمنية بالتعاون وكذلك تعامل العسكر مع المواطنين أعطى دعم قوي لعملية تحرير الجانب الأيمن. الجانب الأيمن سوف يكون أنا في قناعتي أسهل من الجانب الأيسر باعتبار القطاعات الأمنية اكتسبت خبرة كبيرة جدا في الحرب داخل المدينة اللي موجودين فيها السكان، واستطاعت أن تنجح. الإخفاقات اللي حصلت في الأيسر لا يمكن أن تتكرر في الأيمن، إضافة إلى أنه الانتصارات يعني انهار داعش مقابل هذه الانتصارات، بالتالي سوف نذهب إلى عدو مهزوم ليس إلى عدو قوي كما كانت الأيسر. نعم. طيب الآن لو تحدثنا حول المطلوب من سواء القوات الأمنية من الأهالي بالنسبة لمعركة الجانب الأيمن، ما هو المطلوب باختصار، وهل نستطيع أن نضيف شيئا على ما طلبناه في الجانب الأيسر؟ الأهالي ليس مطلوب منهم الكثير إلا كما طلب من الجانب الأيسر. وجهنا دائما ما نوجه رسائل إلى أهلنا في الأيسر عند بدء المعركة بالتعاون مع القطاعات الأمنية، وفعلا تمت هذه العملية وبقوة. وما مطلوب من المواطنين في الجانب الأيمن إلا التعاون مع القطاعات الأمنية والمساعدة والإخفاء على كل التليفونات اللي موجودة سواء عن طريق القطاعات الأمنية أو حتى عن طريق الموصلية. هاي القناعة الرائعة التي رافقت المقاتلين خطوة بخطوة، وتكون في القطاعات الأمامية ممكن أن تكون الموصلية تلعب دور كبير جدا في عملية الاتصال بالمواطنين وإيصال صوت المواطن إلى القطاعات الأمنية وإلى القيادات الأمنية عن طريق الموصلية. أعتقد ما مطلوب أكثر من هذا. أما القطاعات الأمنية فمطلوب منهم كما عملوا في الجانب الأيسر في التعامل مع المواطنين والحفاظ على أملاكهم وممتلكاتهم. حصل عندنا مشكلة صراحة قبل 7 أيام، بدأت طائرات التحالف قصفت 3 مرات أو 4 مرات على أهداف مدنية ووقعت خسائر، وهذه طبعا مرفوضة من قبلنا. في بيت عزاء لبيت السنجري قصفوا وقتلوا يعني بعض المواطنين، يعني منهم حتى من أقربائنا. وأيضا قبلها بأيام تم قصف في منطقة الدندان والجوزق وسقطوا شهداء، وهذا ما لا نرى حقيقة. نحن في لجنة حقوق الإنسان وجهنا بأنه يكون تحقيق في هذا الأمر لمعرفة من المتسبب بهذه الحوادث. نعم. طيب دائما الحديث يكون عن المدنيين سيد عبد الرحيم، الآن لو تحدثنا وانتقلنا للجانب الأيمن الذي يعتبر القسم الآخر من المعركة، ما هو السبيل لحماية المدنيين أولا من جرائم داعش التي من المتوقع أن تزداد في الجانب الأيمن، ثانيا مثل ما ذكرت من الغارات الخاطئة من قبل الطيران أو ما شابه ذلك؟ يعني هي كانت المعركة صراحة نظيفة إلا هذه الحوادث. نعتقد بأنه طبعا اتصلنا بكل القيادات، أنا اتصلت ب يعني كل القيادات من القائد العام للقوات المسلحة إلى القيادات الميدانية الموجودين في مدينة الموصل، ويعني تكلمنا معهم بوضوح بهذا الشكل وحملناهم المسؤولية. تبين أنه الطيران التحالف هو من ضرب هذه الأهداف. اتصلنا أيضا في جماعة السفارة وقلنا لهم أكو حالة وبلغوا القيادة مالتكم بقيادة التحالف بهذا الاتجاه. طبعا هذه الشغلات هي يعني كبيرة جدا، عملية ضرب المدنيين. داعش يستغلها استغلال له باعتبار أنه هاي القطاعات تضرب المدنيين وممكن أن يحصل بشيء.